ومكملين في ملحمة وسلسلة الانزلاق الغضروف العنقي. والنهاردة جاي اكلمكم في فيديو مهم جدا جدا جدا. لو انت عندك ألم في رقبتك ولسه ما جالكش انزلاق غضروفي فقول الحمد لله وحاول تطبق المعلومات اللي هقولها لك في الفيديو النهاردة. ان شاء الله انا جاي اقول لك معلومات او شوية نصايح تيبس كده، 10 تيبس او 10 نصايح لو استمريت عليهم صدقني انت بتحمي نفسك من انزلاق الغضروف العنقي بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، وبتحمي نفسك من معاناة كبيرة جاية وقصص كده وقلق وحاجات كتير مش حلوة. ولو استنيت معايا لحد اخر الفيديو استنى مفاجأة حلوة ان شاء الله تعجبك. مش يلا بينا ولا ايه؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق دكتور علاج طبيعي. طبعا اللي متابعنا على الانستجرام عارف ان احنا بنشتغل مع حالات انزلاق الغضروف بشكل يومي. يعني بص احنا عندنا شغالين 6 ايام في الاسبوع في العياده، الغضاريف معانا 6 ايام في الاسبوع، يعني احنا بنشوف الغضاريف دي واكتر من ساعه في اليوم. يعني مرضى كتير جدا جدا بيعانوا من انزلاق الغضروف. انا من خلال الهيستوري وانا باخده او التاريخ المرضي بتاع المرضى جمعت شويه حاجات كتيره كده من الريسك فاكتورز او عامل الخطر اللي ممكن تكون ادت للاصابه بالانزلاق الغضروفي، مع العلم طبعا ان عامل الوراثه مؤثر جدا جدا في حالات الغضروف. اول حاجه وحاجه مهمه جدا جدا جدا، حاول تظبط الارجونومكس او بيئه العمل بتاعتك، يعني صحح وضع جسمك اثناء المذاكره. فوانت بتذاكر ما تخليش رقبتك موطيه لقدام، كل ما رقبتك تطلع لقدام اكتر التحميل بيكون اكتر كتير قوي قوي على الفقرات العنقيه. حاول تخلي الحاجه في نفس ارتفاع نظرك كده بالشكل ده، لو عايز تاخد نوتس او حاجه حطها، خد نوتس بتاعتك وخطط وعلم هنرجع ارجع اقرا تاني بالشكل ده. الحاجه الثانيه في الشغل، لو انت بتعمل تايبنج على الكمبيوتر كتير هتلاقي دماغك تطلع لقدام، او الوضع اللي اسمه الفورورد هيد بوستر اللي زي ما اتفقنا كل ما دماغك تطلع لقدام شويه التحميل على الفقرات العنقيه والغضاريف بيكون اكتر كتير جدا، بيضرب في اضعاف وبالتالي فرصه ان انزلاق الغضروف تبدأ تزيد. فحاول ما تعملش كده وتظبط وضعيه شغلك. الحاجه الثالثه اثناء السواقه، ويا سلام بقى لو بتسوق لفترات طويله، حاول دايما يكون الهيد سبورت او الحاجه اللي هي ورا دماغك على طول انت مريح عليها. وده هيحصل ازاي؟ لما يكون انحناء الكرسي بتاع السواقه بتاعك اكتر من 90 درجه بسيط، يعني 110 مثلا، 110 دي هتريحك في ظهرك وهتريحك في رقبتك. تاني ملحوظه، قلل مسكتك للتليفون وامسكه صح. عايزك تدخل على تليفونك دلوقتي على التطبيقات وتشوف معلومات الاستخدام، هتلاقي نفسك بتستخدم هذا الكائن مينيمم 5 ساعات في اليوم على الاقل، ده انا كده بجاملك. فتخيل 5 ساعات انت ماسك كده بالتكست وبالتايب بتعمل كده، شايف الوضع بتاع الرقبه ده مش حلو ولا ينذر بالخير قدام. قلل ساعات تليفونك وحاول لما تمسك التليفون تبقى عارف انت هتعمل ايه وتعمل ايه بالظبط وخلال وقت قد ايه. الحركه دي في حد ذاتها هتخليك تحد او تقلل من وقت استخدامك للتليفون، وعلى الاقل هتبقى واعي انت بتستخدم التليفون قد ايه. يعني انت دلوقتي اتصدمت لما قلت لك انت بتستخدمه 5 ساعات ومش متخيل ابدا ومش متوقع ابدا ان انت بتستخدمه الوقت ده، بس لما تدخل في التطبيق بتاع التليفون بتاعك هتعرف انت بتستخدمه اكتر من كده. وفي نفس الوقت خلال الساعه او الساعتين اللي هستخدم فيها التليفون في اليوم هحاول ابقى مريح دماغي، هحاول ارفع التليفون لنفس مستوى نظري برده، هحاول ابقى ساند دراعي او كوعي وانا ماسك التليفون برده عشان ابقى مريح، عشان كل التحميل ده كله بيحمل على الرقبه ممكن يعمل لك مشاكل. تالت نصيحه مهمه جدا عشان تتجنب الاصابه بالانزلاق الغضروف العنقي، وهي ان انت تتمرن بطريقه صحيحه بشكل عام، سواء كان بتتمرن في البيت او بتتمرن في الجيم. التكنيك الصحيح في التمرين هو مهم جدا جدا جدا، وزي ما التكنيك الصحيح مهم فالتكنيك الغلط قاتل. سواء بتعمل تمارين باساتك في البيت، بدنابل في البيت، بماشينز في الجيم، بفري ويتس، كل ده سيان، لازم تعمل التمارين بطريقه صحيحه. وبادئ ده بادئ كده لو عايز تعرف طبعا التمارين ازاي تتم بطريقه صحيحه، فاحنا عندنا سلسله تمارين في السليم، السلسله الاشهر على الاطلاق في تاريخ اليوتيوب كله اللي بتجيب لك التمرين تفصصه لك وتعرفك كل الديتيلز بتاعته. فقبل ما تتمرن اي تمرين ادخل واكتبه واكتب جنبه تمرين في السليم على يوتيوب، لو عملنا عنه فيديو فاعرف ان الحمد لله عدت وانت هتعرف التمرين بشكل صحيح ازاي وتعرف تظبط الدنيا. لو للاسف لسه ما عملناش عنه فيديو اكتب لي اسم التمرين ده بسرعه عشان ان شاء الله نغطي لكم فيديوهات جايه. رابع حاجه وليها علاقه برده بالتمرين ومهمه جدا جدا، ما تكتمش نفسك اثناء التمرين. لما بتكتم نفسك اثناء التمرين بتعمل حركه بنسميها الفالزالفا مانوفر. المانوفر ده والتكنيك ده بشكل عام بيخلي الضغط بيزيد جامد داخل الجسم. الضغط لما يزيد ممكن الضغط داخل الديسك نفسه يزيد، فمع ان انت بتشيل وزن جامد ممكن يحصل بيو، تسمع صوت بيو طق، واكيد مش حابين نسمع الصوت. خامس نصيحه معانا، ابعد عن التوتر قدر الامكان واعرف ازاي تتعامل معاه. التوتر او الاسترس هو المرض الاشهر على الاطلاق في القرن ال21 وفي الالفينات اللي احنا عايشينها دلوقتي. قول لي ايه في الحياه مش بيسبب توتر؟ انا عارفك هتقول لي كده، الحياه كلها توترات، سواء كان في البيت بره البيت، في الشغل بره الشغل، يعني الدنيا كلها كده. فبما ان ده اصبح امر واقع لازم تبقى انت برنس وعارف تظبط الموضوع مع نفسك. يعني اتعلم واكتب في السيرش حاجه اسمها ستريس مانجمنت، او ازاي تبدا تمانج او تتعامل مع التوتر. في طرق كتير جدا جدا جدا، زي تمرينات التنفس بشكل دوري ومنتظم، زي التمارين نفسها والتمارين الهوائيه طبعا وتمارينات المقاومه، زي ان انت تبعد عن التليفون، زي ان انت تخلي شاشه التليفون صفراء بالليل عشان تخليك تنام افضل، ان انت تاخد كواليتي سليب او تنام بشكل كويس، كل دي حاجات هتفرق معاك جدا. سادس نصيحه عشان تتجنب الانزلاق الغضروفي وهي ليها علاقه باللي فات بس انا خصصت لها نقطه، ما تتنيش رقبتك لقدام لفترات طويله. كل ما رقبتك تطلع لقدام اللاين اوف جرافيتي او خط اللي بيشد القوه او بيشد الوزن بتاع الدماغ لتحت بيبدا يحمل اكتر، بيعمل قوه ثاني او بيندنج فورسز
فورسز كده على الرقبه. البندنج فورسز دي بتحمل اكتر على الغضاريف وتخليها اكتر عرضه للاصابه بالانزلاق الغضروفي وخشونه الفقرات بدري بدري. فما تتنيش رقبتك لقدام، دايما سحب رقبتك وكتفك لورا، تبقى زي الفل. سابع نصيحه معانا، صحح وضعيه النوم بتاعتك وخد كواليتي سليب او وقت كويس في النوم. ودي بقى من الاسباب المنتشره جدا اللي بتعملها المشاكل. كتير قوي من الناس يقول يا دكتور انا ببقى زي الفل مفيش مشكله، انام اصحى لا رقبتي وجعاني. اقول له انت مشكلتك في النوم وش. لازم تختار المخده اللي بتنام عليها بشكل كويس، تكون بتملى الكيرف اللي ما بين الجزء ده بتاع اللي هو الجزء بتاع القفا ده في الفقاعه العنقيه، من غير ما ترفع الدماغ جامد ومن غير ما الدماغ تكون ساقطه لورا جامد. المخده دي هتفرق معاك كتير جدا وهتريحك من مشاكل كتير قوي في الرقبه. تامن نصيحه، وهي ابعد عن التدخين سواء كان الايجابي او السلبي. الايجابي يعني انت شخصيا شخص مدخن، فخلي بالك ان التدخين ليه مصايب 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 مصايب، وبنحضر لكم فيديو على الموضوع ده. والتدخين السلبي ان انت تكون بتقعد جنب شخص مدخن، سواء كان بتقعد معاه على كافيه او على قهوه او يكون حد مدخن معاك في البيت. ابعد عن التدخين السلبي لان ليه تاثير مشابه جدا للتدخين الايجابي. ممكن تكون انت شخصيا ما بتدخنش بس بتضر ضرر شبه اللي بيدخن نفسه. تسعة نصيحه معانا، وهي الورمنج اب او الاحماء كويس قبل التمرين، لازم تهتم بيه جدا قبل اي تمرين خاصه بالطرف العلوي، يعني باي تراي كتف ظهر. لازم تسخن الرقبه بشكل كويس، يعني تعمل رينج اوف موشن اكسرسايز، يعني تمرينات مدى حركه للفقرات العنقيه، زي ان انت تجيب يمين شمال فوق تحت دواير الناحيه الثانيه وهكذا. تعمل الحركات دي كلها قبل ما تتمرن، تعمل ليونه كويسه في فقرات العنقيه، بالاضافه للدايناميك ستريتشنج او استرتشات الديناميكيه للعضلات زي الترابيس او الليفيتور سكابيلي، بالاضافه للاسترتشات الخاصه بالعضلات اللي انت هتمرنها يومها. ده في حد ذاته صدقني يحميك من اصابات كتير قوي. 10 لا تهمل التبريد او الكولينج داون في اخر التمرين، واهتم فيه جدا 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 بحاجتين، التلج او الدوش الساعة والاسترتشات الثابته او الاستاتيك ستريتشنج. في الرقبه بتكلم على عضلتين، عضله بنسميها الليفيتور سكابيلي وعضله بنسميها الابر فايبرز اوف ترابيزيس. الليفيتور سكابيلي هتحط ايدك بالشكل ده وتبدا تعمل الاسترتش بالشكل ده وتثبت فيه 30 ثانيه وتكرره لمده 3 مجموعات. والاور فايبرز اوف ترابيزس ايدك برده بتثبتها تحت، تسحب كتفك لورا، تجيب دماغك لتحت وبالجنب بالشكل ده كده، وبعدين تبدا تنزل الحته دي، تحس ان في شده في الحته دي، برده تثبت 30 ثانيه وتكرر لي 3 4 مجموعات. والنقطه رقم 11 هي نقطه بديهيه وبونس ستيب كده، بس اكيد انتوا كلكم عارفينها، لازم تعمل زياره لمركزنا مركز مصر هناك مره كل 3 شهور على الاقل، تشيك تشيك تشوف الدنيا فيها ايه. زي ما بنعمل ريجر تشيكس او بشكل عام نبدا نشيك على ونفحص على تحليلات بتاعتنا، نشوف الكوليسترول عامل ازاي، السكر عامل ازاي، الضغط عامل ازاي بشكل دوري. نفس القصه لازم تتشيك مع دكتور علاج طبيعي بقى، يعمل لك بوستشرال اسسمنت او تقييم لوضع الجسم بتاعك، يشوف عندك انحناءات، عضلات شد عن عضلات، عضلات ضعيفه ومش شغاله، عندك احتماليه الاصابه بمشكله معينه، لو في الام بسيطه تبدا تظبطها. وده مرتبط دي المفاجاه بتاعتنا اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو. اول 10 هيكلمونا بعد الفيديو ده ان شاء الله على طول، ويقولوا احنا جايين من فيديو ازاي تتجنب انزلاق الغضروف العنقي، ليهم خصم 30% على كل الخدمات اللي بنقدمها في مركز مصر كلينيك، سواء كان كشف علاج طبيعي او جلسات علاج طبيعي او حجامه او جلسات ريكفري، وحتى كشف التغذيه العلاجيه عندنا. وده بس لان انتوا حبايبي ومتابعيني والناس الجامده جدا اللي مستنيين لحد الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم لا تنسوا اللايك الجميل. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.